أنا أقول شوف، أنا يعني أفسرها من وجهة نظر متواضعة. نعم. أنها بسببين. السبب الأول، إحنا متعودين كأندية محلية بعد الفوز بعد إنجاز لابد يظهر الفريق بمستوى غير متوقع. دائما لما نحقق بطولة، أول مباراة بعد البطولة تلقى الفريق يعني في مستوى غير. أنا يمكن أقول مشكلة خالد عبد القدوس ألقت بظلالها على الفريق، يعني المشاكل الإدارية. ليش إحنا نقول نعيد ونقول جماعة رياضتنا مشاكلها إدارية، مشاكلها إدارية. مشكلة مثل هذه ما بين اثنين، يعني ما أستطيع أنا عبد العزيز عاشور أو الجهاز الفني أو الجهاز الإداري أقدر أوفق ما بينهم، مثل ما حصل مع الجهر. يعني المدير ما يقدر، مدير الفريق اللي حصلت مع المشاكل مع اللاعبين مو قادر يدش الملعب ولا يقدر يجتمع باللاعبين. فهذه المشاكل اللي احنا نقول مو قادر الإدارة أو الجهاز الفني أو جهاز إداري أو كابتن الفريق ما يقدر يحل المشاكل، ما يصير. يفترض أن على طول الفريق في نشوته، يعني جميع المشاكل اللي تواجه الفريق لابد أنه يكون على طول تنظيف. ما يقعد أعيش أنا في اطلع يا خالد إجازة، خالد إجازة تبي ولا أقول له مع السلامة؟ يعني لما تقول والله في إجازة ولا بتقعد هذا ولا أفضل هذا على هذا، نفس ما حصل مع إدارة. ولكن يعني هذا ما يقلل من قيمة فريق الجهرة اللي قدم مستوى رائع، مباراة رائعة، ويحسب له أنه في الدقيقة 83 سجل فريق العربي وما أيس، واستطاع بيد رافع اللي يعني صلح غلطته في البلنتي مال برقان الهدف وحصل على نقطة